في العام 2023 زادت حروب ونزاعات العالم، وشهد الكوكب كوارث عدة من زلازل وفيضانات وغيرها، وفواجع غيرت حيوات الناس، كما تبعنا أحداثا فارقة من انقلابات وانتخابات غيرت مصير دول. هذه الأحداث وغيرها نوجزها لكم في هذا التقرير. لم تكن هذه الاحتفالات سوى شعلة نار أولى لأحداث العام المنصرم، فالأنظار توجهت مع بداية العام إلى الكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا وقصر رئاسي في البرازيل بعد اقتحامها من قبل أنصار الرئيس الخاسر جاي بولسونارو احتجاجا على فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية. ومن الباكستان انتهى كانون الثاني على وقع تفجير انتحاري داخل مسجد بمدينة بيشاور، مضيا بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 200. سياسيا توترت العلاقات الأمريكية الصينية بعد إسقاط الولايات المتحدة من طاضا صينيا زعم أنه لأغراض التجسس. ما شاء الله ما شاء الله هيك البابا حكي يا بابا. وبعد يومين وقف العالم مذهولاً مذعوراً أمام ليل عصيب، زلزالان بلغت قوة أكبرهما 7.8 درجات بمقياس ريختر في جنوب تركيا، وامتد أثرهما إلى سوريا. أكثر من 50,000 شخص باتوا في عداد الموتى بعد البحث عن كثير منهم تحت أنقاض أبنية دمرها الزلزال. عادت أزمة روسيا وأوكرانيا إلى الواجهة من جديد، وفي 21 من شباط فجر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراره تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نيو ستارت، وهي معاهدة تخفيض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة. توالت الأيام بين شباط وآذار لتسجل الأحداث نفسها على رزنامة العام 23 في الألفية الثالثة، منها مقتل 4 وإصابة 23 آخرين بحادث تصادم قطارين بمدينة قليوب شمال مصر، فيما شهد نيسان اندلاع نزاع دموي في جارتها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. بعد 70 عاماً من حكم الملكة إليزابيث الثانية، توج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا خلفاً لوالدته في الشهر الخامس من هذا العام، الذي شهد أيضاً إعلان جدة في ختام أعمال القمة الغربية 32 في السعودية التي شارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 12 عاماً. في شهر أيار أيضاً تم انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة ليصبح الرئيس الذي يحكم البلاد أطول مدة في تاريخ الجمهورية. أحداث شهر حزيران كثيرة، لكن أبرزها عربياً كان مقتل شرطي مصري وثلاثة جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة رابع في حادث إطلاق نار على الحدود. أما عالمياً فكان لتمرد مجموعة فاغنر المسلحة ضد السلطات الروسية الصدى الأكبر رغم إنهائه في اليوم ذاته بعد التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. في تموز كان الانقلاب العسكري في النيجر مفاجئاً وسط رفض أفريقي ودولي. لا أتدخل في القضاء. أما في آب فأنهى الرئيس التونسي قيس سعيد مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعين أحمد الحشاني رئيساً للوزراء، فيما شهدت منطقة لاهاينا في هاواي حرائق غابات أدت لمقتل ما يزيد عن 99 شخصاً ودمار مساحات واسعة فيها. أحداث آب بدت وكأنها لن تنتهي من مقتل قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بروغوجين إثر تحطم طائرة خاصة في رحلة من موسكو إلى سانت بطرسبورغ، إلى انقلاب عسكري في دولة أفريقية أخرى هي الجابون، وهبوط مركبة الفضاء الهندية شاندريان 3 على القطب الجنوبي للقمر في خطوة وصفت بالتاريخية. في أيلولا توجهت أنظار العالم إلى ليبيا التي اجتاحت العاصفة دانيال شمالها وشرقها، ما أسفر عن آلاف القتلى والمصابين والمفقودين إثر الفيضانات العارمة التي تسببت بدمار هائل خاصة في درنا. لكنه لم يكن الحدث الوحيد الملفت، فقد وقعت كارثة طبيعية أخرى بشكل زلزال في المغرب خلفت أكثر من 2900 قتيل وآلاف الجرحى،
وأسفرت عن دمار هائل. أما في العراق فجاءت فاجعة حريق الحمداني الذي اندلع في قاعة للأعراس في محافظة نينوى، لتبدل الفرح بالحزن وتتسبب بمقتل نحو 120 شخصا وإصابة العشرات. وفي الشهر ذاته أعلن الانفصاليون الأرمن في إقليم ناغورنا قرباغ المتنازع عليه مع أذربيجان موافقتهم على مقترح لوقف إطلاق النار يقضي بحل القوات ونزع السلاح، تبعتها موجة لجوء من سكان الإقليم الأرمن إلى أرمينيا. مطلع تشرين الأول شهد تفجيرا انتحاريا استهدف مجمعا أمنيا وسط العاصمة التركية أنقرة، تبناه حزب العمال الكردستاني وتلته عملية أمنية واسعة وتوقيفات نفذها الأمن التركي. لكن الحدث الأكبر هذا العام لم يفرض نفسه حتى 7 من تشرين الأول، عندما نفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية في الداخل الفلسطيني المحتل ردا على انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، ولتصبح أحداث مثل مؤتمر المناخ الذي انطلق في دبي نهاية تشرين الثاني وانتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في كانون الأول عابرة، فضلا عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ومنادات ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا جديدا للبلاد، وذلك مع عودة القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث مجددا بفضل صمود غزة.